ولنقاش هذا الملف يحضر معنا في الاستوديو المتخصص في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي. أهلا بك. حياكم الله. أهلا وسهلا. ويكون معنا عبر الهاتف من الدوحة الكاتب الصحفي إياد الدليمي. أهلا بكم سيدي. في انتظار أن يحضر الضيف إياد الدليمي، نبدأ معكم أستاذ شاهو عن لجنة التحقيق وتوقعاتكم لما ستصل إليه بعد كل هذا الجدل الذي أثارته في الأيام الماضية. تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام وللأستاذ إياد. حقيقة عندما يتم تشكيل لجنة أو يتم توجيه لتشكيل لجنة، فالمواطن العراقي فورا يشعر أن القضية يراد أن تنتهي. لأننا لو تذكرنا وعدنا إلى اللجان التي يعني شكلت في الماضي في ملفات الفساد وملفات القتل وملفات، نحن لدينا عدة ملفات وهي قتل الناشطين في الأعوام السابقة، وإلى الآن لم يتم تقديم أحد العدالة. لجنة التحقيق في سقوط الموصل أدانا نوري المالكي شخصيا وإلى الآن لم يحاكم، وإلى الآن موجود داخل السلطة وحزب سياسي ناشط ويعمل. وبالتالي اللجان التحقيقية لا تصل إلى نتيجة ولا تقدم حلول موضوعية لما يجري على أرض الواقع، ولا تقدم المجرمين الرئيسيين. يعني دائما حتى في ملفات الفساد يتم تشكيل لجنة وتوريط مجموعة أو الكشف عن مجموعة معينة للتغطية على مجموعة أخرى. وبالتالي الآن من اليوم الأول كان هناك اعتراف بأن هناك مسلحين، بالبداية نفوا هذا الأمر وقالوا هناك طرف ثالث، وبعدها اعترفوا وقالوا أنهم أخذوا التعليمات أو الأوامر من جهة أخرى ليس رئيس الوزراء. وبالتالي السيناريوهات تغيرت، والآن لا يوجد الثقة أو المصداقية لهذه اللجنة في حال أصدرت قراراتها أو وجهت التهمة لطرف معين وحاولت أن تغلق هذا الموضوع ولا تذهب إلى. تعال نتوقف هنا تحديدا، وهذه نقطة مهمة في الحقيقة تستحق أن نتوقف عندها وأنتقل بها بالسؤال من فيها للأستاذ إياد الدليمي معنا عبر الهاتف من الدوحة. في الحقيقة مسألة الثقة الشعبية، ثقة الشعب العراقي بهذه اللجان التي كثيرا ما شكلت في أحداث سابقة ولم تخرج بنتائج يعني مهمة، هل يثق الشعب العراقي بهذه اللجان؟ وماذا يعني أنه يثق أو لا يثق بهذه اللجان؟ في البداية تحية لك ولضيفك الكريم أستاذ شاهو. يعني أعتقد أن الشعب العراقي قال كلمته خلال هذه المظاهرات، لا لا باللجان ولا بالعملية السياسية ولا بالحكومة ولا بالبرلمان. ما جرى الأول نعم هي ضد المتظاهرين أثبت من جديد أن هناك فجوة حصلت ما بين الشارع العراقي وما بين العملية السياسية التي جاء بها الأمريكان بعد الاحتلال عام 2003. هذه الفجوة التي اتسعت عاما بعد آخر وصلت إلى ذروتها في هذه التظاهرات الشعبية العفوية التي لم تكن يعني تابعة لحزب أو جهة أو تيار. هذه التظاهرات التي أظهرت من جديد أن هناك وعيا عراقيا تبلور على شكل تظاهرات رغم كل القمع الذي جوبهت به، إلا أنها كانت تظاهرات عفوية وتظاهرات شعبية وتظاهرات أظهرت وعرت هذه العملية السياسية وأحزاب السلطة ووضعت الجميع على المحك. اليوم هناك وعيا جمعيا عند الشارع العراقي والشعب العراقي بالعام أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، وأن العملية السياسية غير قابلة للإصلاح، وأن هذه العملية السياسية بدستورها بأحزابها ببرلمانها إنما هي عملية تحالف وتوزيع للمغانم ليس أكثر. هذه العملية هل يعني ذلك أستاذ إياد أن هذه الاحتجاجات والتظاهرات ستستمر إلى أن يحقق الجمهور العراقي مطالبه؟ أنا تقديري أنه بعد عمليات القمع الوحشية التي جوبهت بها هذه التظاهرات إلا أنها يمكن أن تستمر، خاصة وأن يعني الكثير من عمليات القمع التي حصلت أظهرت وبشكل لا لبس فيه أن من يدير الدفة في داخل العراق وفي داخل المؤسسات الحكم العراقية هي جهات ليس لها علاقة لا بالعملية السياسية ولا بالعراق ولا بالعراقيين، جهات خارجية أشبه ما تكون بالاحتلال بيد عراقية. لذلك أنا أتوقع أن هذه التظاهرات يمكن أن
يعني تعود وربما تعود بشكل أقوى، وعملية قمع هذه التظاهرات ستكون صعبة على من قمع ومن سيحاول أن يقمع مثل هذه التظاهرات، على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذت، قطع الإنترنت وشل الشوارع وقطع الطرق، إلا أن عملية عودة التظاهرات مرة أخرى أمر وارد جدا. الشهداء الذين سقطوا في هذه التظاهرات يعني لديهم عوائل، لديهم عشائر، لديهم شارع شعبي متعاطف معهم كثيرا، شارع بات لا يخشى حتى من الموت لأنه يشعر أنه يموت كل يوم في ظل هذه العملية السياسية التي وصلت إلى أفق مسدود. نعم. أستاذ إياد، نرجو منك أن تبقى معنا فقط، نعود لضيفنا في الاستوديو أستاذ شاهو القرداغي. كانت هنالك تصريحات لعادل عبد المهدي بشأن يعني أو تبريرات بالأحرى عن قوات حفظ القانون، وأن القوات التي كانت القوات الأمنية الموجودة في الشارع لم تكن مدربة بشكل كافي للتعامل مع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية والمدنية. من هذا المنطلق، هل يعني ذلك أنه سيكون هنالك في الأيام المقبلة قيادات أمنية تقدم قربانا لإسكات هذا الحراك؟ من المتوقع جدا هذا الأمر، وخاصة إذا كان هناك أصلا صراع داخل المؤسسات الأمنية بين أطراف تريد خضوع هذه الأطراف الأمنية لجهات خارجية مثل إيران، وأطراف تريد أن تبقى هذه الجهات الأمنية مستقلة. نحن رأينا من خلال عدة مقاطع فيديو أن هناك تضامن بين القوات الأمنية الشرطة والمتظاهرين، وهناك طرف ثالث الميليشيات المسلحة هي التي تستهدفهم. وبالتالي هذا الطرف الذي قام باستهداف المواطنين، هذا المسلح القناص، لا يمكن أن يكون شخصا عاديا، بل هو مدرب وخبير ويستطيع أن يستعمل هذه الأسلحة ويقمع المتظاهرين. يعني هو مجموعة مسلحة ميليشيا مختصة بهذا الأمر، وبالتالي من السهولة من السهل جدا الكشف عنها عن طريق تحديد المقرات والمراكز التي كانوا يعتلونها ويقنصون المتظاهرين، وهذا واضح جدا في مقاطع الفيديو. وبالتالي لجان التحقيق لا يتطلب أن تعقد الأمور وتؤخرها في سبيل تحريف الموضوع عن إطارها وتحريف الحقيقة وخلط الأوراق عن طريق بث عدة معلومات أن هناك جهات أمنية وهناك أطراف أخذت تعليمات إلى آخره، تبرير بأنهم تعودوا على العمل الميداني، ويقصد بذلك تحرير المناطق بين قوسين وعدم معرفة كيفية التعامل مع الاحتجاجات السلمية. تماما، وهذا بحد ذاته توجيه الاتهام إلى الأطراف الأمنية وإلى القيادات الأمنية يبرئ الميليشيات المسلحة التي هي المتورط الرئيسي في قمع المتظاهرات، هي المتورط الرئيسي. صحيح أن الأجهزة الأمنية أيضا قمعت المتظاهرين، ولكن من قام بالقتل بشكل متعمد هو الميليشيات المسلحة، بينما الحكومة تحاول تبرئة هذه الميليشيات وتحاول أن لا تذكر هذه الميليشيات، وتحاول أن تكون اللجان التحقيقية تحقيقاتها تنصف في جزئية معينة هي التي تريدها الحكومة أن تصل للرأي العام، وبالتالي إبعاد هذه الشبهة عن هذه الأطراف المرتبطة بإيران والتي كشفتها رويترز وجهات أخرى إعلامية دولية كشفت عن هذا الأمر، ولكن الحكومة تريد أن تماطل ولا تريد الاعتراف بهذه الحقيقة. نعم. سيديات من الدوحة، كما تلاحظ معنا بأن الانتهاكات والاستهداف لم يستهدف فقط المتظاهرين والذين يعني ارتقوا شهداء بالمئات مع الأسف وبآلاف الجرحى، إنما استهدفت بشكل واضح أيضا الصحفيين والإعلاميين، وأصبح الحديث عن عشرات الصحفيين الذين غادروا بغداد إلى كردستان وإلى غيرها من الدول المجاورة هربا بأنفسهم من الاغتيال المتوقع أو الاستهداف المتوقع. كيف تتابعون هذا الأمر، وماذا يعني أن تقوم حكومة أو أطراف بممارسة هذا الشكل تجاه الصحفيين؟ يعني علينا أن نعود بالذاكرة إلى ما بعد عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وتحديدا إلى معركة فلوجة الثانية. المعركة فلوجة الأولى كانت هناك وسائل إعلام ونقلت ما كان يجري على أرض الواقع، لكن عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل الفلوجة عنوة وبالقوة المفرطة وحتى باستعمال فسفور الأبيض، لجأت إلى عملية قمع الصحفيين ولم تبقي ولا وسيلة إعلام داخل الفلوجة. كانت تعد المدينة لجريمتها التي ارتكبتها في معركة الفلوجة الثانية. ما يجري اليوم تحديدا هو عملية استنساخ لتلك التجربة الأمريكية. الجهات الحكومية ومعها الميليشيات المرتبطة بإيران بطريقة أو بأخرى
تعد الآن تعد الاحتكاك ربما جريمة أبشع في حق المتظاهرين إذا ما خرج في يوم 25/10. بالتالي هي هناك عملية إسكات كل صوت يمكن أن ينقل الحقيقة. أعتقد أن ما تعرضت له وسائل إعلام عراقية على إثر تظاهرات 1 أكتوبر هي دليل آخر على أن هذه الحكومة بميليشياتها بأحزابها ببرلمانها لا تريد أن يصل صوت الشارع العراقي للخارج. هي تحاول تشويه حتى هذه التظاهرات الشعبية العفوية، مرة تربطها بالبعث ومرة تربطها بأجندات خارجية وما إلى ذلك من هذا الكلام. أعتقد أن ما جرى للصحفيين وما جرى بعدها، يعني حتى بعد التظاهرات كثير من الزملاء الصحفيين تعرضوا لتهديدات اضطرتهم إلى مغادرة العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى، هي عبارة عن إعداد المسرح لجريمة أخرى ربما تنتهك بحق المتظاهرين إذا ما فكروا بالخروج مرة أخرى. نعم، نعود إلى ضيفنا الأستاذ شاهو القرداغي وبالحديث عن هذه الانتهاكات المرتكبة سواء مع الناشطين أو الصحفيين على حد سواء، وتهديدات في حال المشاركة في تظاهرات 25 تشرين، تهديدات بالقتل أو الاعتقال. هل هذا سيرضخهم للجهات الحكومية ويجعلهم يتراجعون عن الاستمرار في هذه الاحتجاجات؟ هذه الممارسات سبق أن قاموا بها أيضا في المرات السابقة عندما كانوا يقومون باختطاف أو اعتقال المتظاهرين أو الشباب، كانوا يطلبون منهم كتابة تعهد بعدم الخروج في المظاهرات. ولكن العقلية الأمنية تعتقد أن هذه الحلول من الممكن أن تخضع الشباب وتقوم بإخافتهم ويدفعهم إلى عدم الخروج، ولكن خلال هذه الأيام الماضية رأينا أن حالة القمع وصل إلى قطع الأنترنت ووصل إلى القتل بالقنص في الرأس، وبعدها أيضا خرج المتظاهرون مجددا، لأن الأسباب التي تدفع المتظاهرين للخروج ما زالت موجودة في المجتمع، ما زالت موجودة في الدولة. وفي حال عدم تقديم معالجة صحية لهذه الأسباب الحقيقية الموجودة، لا يمكن أن يخضعوا للآلة القمعية مهما اشتدت وقست ومهما حاولت الحكومة العراقية قمع هذه الأصوات، إلا أن الشباب سوف يخرجون مجددا وسوف يرفعون نفس المطالب. وكلما رفضت السلطة الخضوع لهذه المطالب أصبح السقف المطالب أعلى عند المتظاهرين. نعم. إذن في سؤال أخير للأستاذ إياد، ربما تحمل الأيام القادمة وخاصة 25 من هذا الشهر مزيد من الأحداث تجاه هذه القضية، ماذا تتوقعون؟ يعني أنا تقديراتي أن الشعب العراقي سيخرج مرة أخرى في مظاهرات ربما أكبر مما خرج به في الأول في أكتوبر. معالجات خاصة، معالجات بدائية لا ترضي أحدا ولم ترضي أحد، ولم تستطع الحكومة أن تقدم أي حل ربما يمكن أن يشكل بارقة أمل لهؤلاء المتظاهرين. بالتالي أنا أعتقد أن المتظاهرين سيخرجون يوم 25 أكتوبر، لكن الخشية كل الخشية من المتصيدين المتسلقين من أحزاب وتيارات سياسية ودينية تحاول أن تمتطي هذه الموجة، يعني تقول أننا فعلنا واعترضنا وقدنا المتظاهرين ضد الحكومة، وهي بالأحرى تريد أن تسيطر على هذه التظاهرات وأن تحرفها عن مسارها الحقيقي. شكرا لك أستاذ إياد الدليمي الكاتب الصحفي، كنت معنا من الدوحة، وشكر موصول أيضا لضيفنا في الأستوديو الأستاذ شاهو القرداغي المتخصص في الشأن العراقي. شكرا لك.